صباح الخير. صباح، مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه نحن معودين بالاعياد نعمل بيوش دان، بس لا، بدي اقول انه حتى الكريسماس كيك يعني صغار وكبار بحبوه، عندنا صبحيه، حلو انه نضيفه كمان مش بس بيوش بفترة الاعياد. صح، وبدي اقول انه الكريسماس كيك كثير سهل، مش ليك اليوم هيك حبيت ضوي عليه، مش بس اليوم، كل سنه مثل اليوم بنشتغل بالكريسماس كيك لنشجع المشاهدين. دايما بننسى نرجع لأنه أكثر وصفة بنسأل عليها، واليوم بدي أقول مش بس كريسماس كيك ستيفاني، إذا عندنا وقت اليوم حبيت هيك اشتغل بإنسالات، تعرف نحن هلأ كمان بموسم السلاد، أنه نعمل إنسالات خضر، حيلا نوع من الخضر، ورق الشمندر، لولا روسا، فيدوشان، بدنا نسلق بطاطا بالماء والكرامبوري ونرجع نضعهم على الخضر، نحط لها شوية كرامبوري، نعمل صوص، نشتغل صوص مع كرامبوري. قبل ما نبلش كريسماس كيك خلينا نسلق البطاطا. اليوم حبيت اشتغل على بالبطاطا الصغيره يلي منظرها حلو، بطنجره على نار وضعنا شويه من المي، شويه من الملح وشويه من عصير الكرامبري. فكرنا جايبه معك واين. لا اليوم غشيتكم. وضعنا البطاطا بهيدي الطريقه. اوبس، اوكي، وتركناه هون ليستووا على نار، لكن هيدي هي البطاطا مع الكرامبري مع شويه من الملح. خلينا هيك ننتقل للوصفه الشهيره، واليوم بدي اقول للمشاهدين انه اكثر كيك بداين ستيفاني وبلا براد هو الكريسماس كيك يلي فينا ناكله من موسم لموسم، يعني في ناس بعد عندهم الكريسماس كيك بالفريزر انه ما بيأثر مثل ما فينا نشتغله، بس كثير مهم وقت نقول كريسماس كيك اليوم انه نعبي الكيك مضطرين انه نضع له الروم والكونياك، واليوم اكيد انا عم بحكي على كونياك للطبخ. خلينا هيك سريعا نقول انه الكريسماس كيك معمول من بيض كامل، من سكر، طحين، بيكنج باودر، زبده، بتقلي لي الزيت وبدك لا نكهه الزبده أطيب. اليوم عم نحكي على 200 جرام من الزبدة. كتير مهم إنه ننقع اللوبيت، يعني اليوم في عنا جميع اللوبيت. شو حطينا اللوبيت؟ اليوم فينا نحط البوصفير، التين، التمر، زبيب، لوز، جوز، كرامبري، زبيب، شو ما عنا بالبيت ستيفاني، إذا ما عنا بنروح نشتري من الموجود، من الموجود نعمل مزيج. يعني أنا اليوم حتى حبيت أشتغل بالكرامبري واللوز، جوز، ننقعهم بالكونياك قبل بليلة؟ نقعتهم أنا بوضعهم مثل ما هيدي، يعني هي جايبتها من البيت منقوعة إلى يومين، يعني 48 ساعة 24 ساعة، بتشرب وبوضعهم بالبراد، قد ما بننقع قد ما بنحس بطعمه أطيب. وكثير مهم انه نضع البهارات، يعني شو بيتميز الكريسماس كيك؟ مش بس الكونياك والروم والقلوبات اللي بدنا نشتغل فيها، لا، كثير مهم انه نوضع جوز الطيب، كبش، قرنفل، بالاضافه للقرفه. واليوم بدي اقول للمشاهدين انه يلي بعد ما عمل كريسماس كيك اكيد بلحق، لأنه نحمل الفرن ونضعه 45 دقيقه بقلب الفرن 180 درجه. لكن اليوم عم نحكي، هلا اكيد نحن ما حنشتغل خفائف جاتو لما نطوش المشاهدين، حنشتغلها على الايد، بس اكيد احسن خفائف جاتو. اليوم عم نحكي على 4 بيض كاملين. إذا عندنا خفاقة كبيرة شوي ستيفاني فينا نشتغل ندوبل الكونتيتي، نشتغلها نعملها دوب فرد مرة، نعمل كذا قالب. صح، شو أنا بعمل؟ وبيداينو، بيداينو، وفينا كل يوم نوعه ونوضع ونسقسق إذا بدك على الطريقة هيك البيتية الكريسماس كيك، نوضع لها فوطة أو ورقة شيش، وكل يوم نوضع شوية من، يعني بنبلش من الكريسماس كيك قبل بشهر ستيفاني نشتغله. لكن وضعنا بيض، 4 بيض كامل، شوية من الفاني، رجعنا ضفنا 1.5 كوب من السكر. اليوم بتقولي لي أنا ما بحب كثير السكر، بقول لك إنه فينا نوضع 1.5 كوب من السكر. اوكي. ليه؟ لأنه القلوبات اللي فيه كمان حلوة، تما يطلع التين، التمر. هلا فينا نحط اقل كميه من السكر أكيد كمان، فينا اللي ما بحب لانه في مثل ما عم تقولي يعني ماكسيموم، اذا كثير بنحب الحلو ستيفاني كبايه ونص، اذا لا كبايه. بدنا نرجع نوضع 200 جرام من الزبده. اها، فوالا، ما
والطريق لوضع الزبدة أكيد، ومش زيت، مش زيت أبدا أكيد، إذا بنشتغلها على المكنة أحسن. ولا نحن هلا ما بدنا نطهش المشردين، مش هيك، لكن بيض كامل، سكر، زبدة، بيتميز الكريسماس كيك ستيفاني بالقلوبات يلي بدنا نشتغلها، يلي كثير مهم انه هيدي القلوبات نكون ناقعينها بالروم والكونياك والبهارات. هلا بنزيد البهارات ولا بعدين؟ بعد الفريق فينا نزيدهم هلا، فينا نضيفهم اخر شيء بعد الفريق. لكن جوزة الطيب بدنا عضلات، بدنا عضلات مش كثير موجودين، بس انه ماشي الحال. هلا وقت نحط الروم يعني مجبور ايه. هيك يشد ستيفاني صح. وقت نحط بدنا نزعجك بشويه من القرفه. شفتي كيف شدوا؟ مجبور هيك يشد كلهم. بدنا نحطهم ستيفاني كبشه قرنفل. قد ايه؟ ملعقة كبشة قرنفل، ملعقة قرفة، وملعقة جوزة الطيب. اوكي. لازم يكون لونها هيك غامق. كثير مهم اللون والنكهة. اوكي. هلا بدنا نزعجك بالقلوبات ستيفاني شوي شوي. لا معقول حدا يقف معي ما ازعجه ستيفاني. مضطرة ازعجك. ابدا. فوالا. فينا نحط لكينا فينا كرانبري. نحط مشموش، كرانبري، مشموش، شو ما كان بيطلع طيب. أكيد مش كلهم. حط شوية تين كمان لأنه هون عم بيطلع. هلا بدنا نكفيهم بالملعقة. قد إيه بعد بديك؟ ملعقة تين، وإذا بيطلع معك شوية تين، شوية تمر. هلا ما ضفنا الكونياك، رجعنا والروم ليه؟ لانه القلوبات مشبعين كونياك وروم، يعني يلي بدنا نوضع نص كوب يلي بدنا نوضعهم هون ضفناه هون. اذا ثقبت عم نعمل اخر تكه ومش ناقعين دغري منزيد، يعني اذا ما قدرنا نقعنا جوز واللوز والمشمش والتين، كثير مهم انه ننقع الزبيب. اوكي، يعني بالقليل الزبيب لمده ربع ساعه نص ساعه هيك لما نسكرها للمشاهدين، وساعتها منضيف هون الكونياك والروم. اليوم بدي أقول أنه كتير مهم أنه نوضع مزيج الاثنين، مش بس نوقف على روم، بس لا يكون عنا الكونياك والروم. ولا أكيد سبيسيال للطبخ. فينا نضيف البوسفير يلي كمان عم نحكي أكيد على الكونياك. فينا نزين بالبوسفير، فينا نزين مثل ما أنا زينت كمان. نعمل السلاد ما بدك نحطه بالفرن، نتركه على جنب، نرجع بنحطه لننتقل للسلاد. يا هيدي صارت، بنحطها بعدين بالفرن. بالفرن اليوم بدي اقول للمشاهدين انه بنحمل الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبندخل وصفتنا بقلب الفرن لمده 45 دقيقه. هيدا هو الكريسماس كيك. اوكي، وإذا بدنا إيه أطيب كمان ستيفاني، بدي أقول اليوم إنه كل يوم عبكرة مثل ما قلنا فينا نوضع شقفة
اوكي، او حيلا فوطه عنا اياها بس اكيد تكون نظيفه، ونوضع شويه من الروم والكونياك من هلا للعيد. هلا اصولا بنبلش نحن قبل بوقت، يعني قبل بشهر بنشتغل فيه، وبنرجع بنذكر انه هذا الكيك الوحيد يلي روحه طويله يلي بضاين اشهر، مش ضروري ابدا انه نوضعه بالبراد. واليوم بدي اقول كمان شغله ستيفاني، انه اليوم احنا ضفنا كوب من القلوبات، جوزتين تمر، مش مشيك، بس كمان بدي اقول يلي ما بحب هالقد قلوبات في خفف، مثل ما في ضوبي الكونسيتي، يعني في عنا كريسمس كيك اذا قطعناه هون ما بنشوف غير الجوز واللوز والزبيب. بعد عنا دقيقة ونص. دقيقة. خلينا هيك نحكي على السلاد سريعا. اهم شيء الصوص. اهم شيء الصوص، اليوم مثل ما هون عم نشوف صوص كثير بسيطة. أول شيء اليوم عم نشتغل على حيلا خضار، اليوم حبيت اشتغل بالبطاطا يلي مثل ما قلنا إنه سلقناها بالكرامبري والمي وشوية، فينا إذا عنا عزيمة نسلق البطاطا قبل بيوم ما بصير شيء أبدا. رجعنا جبنا الخضار، بدنا نوضع شوية من الكرامبري، خلينا نحكي شوي على الصوص قبل. اليوم وصفتنا سهلة كثير، اليوم عم بحكي على زيت زيتون، رشة من الملح، يعني إذا اليوم أنا عم بحكي على 10 ملاعق من زيت الزيتون، عم بحكي على 5 ملاعق من الكرامبري المعصور، بدنا نضيفه عليهم مع شوية من الملح. هيدي هي وصفتي بسيطة جدا. الصوص. واليوم بدي أقول إنه هيدي الصوص فينا كمان نشتغلها على نار، يعني إذا عملنا نكلها تيار فينا نشتغلها على نار. لكن وصفتنا معمولة من الخضار، لكن زيت الزيتون، من زيت الزيتون يلي هو هون مع شوية من الملح، عصير الكرامبري، عصير الكرامبري يلي بدنا نخلطهم كتير منيح ليسمكوا. نرجع منجيب البطاطا يلي سلقناها نوضعها عليهم، منزين بالكرامبري مثل ما فينا كمان نضيف زيتون أو حيلا شي نحنا منحب. حلوة فكرة الصوص، لأنه أوقات نزهق من الصوصات. صح، هيدي الصوص طيبة كمان. إيه أكيد. بس ما بدي أنسى ستيفاني أنه على طول على طول إذا عم نحكي على 10 ملاعق زيت، عم نحكي اليوم على نصهم، يعني ما بدنا أكثر. لكن عنا زيت زيتون، عصير الكرامبري، ورشة من الملح. نحن خلصنا الواتس كوكينج مشاهدينا، هلأ رح ناخد سوا وقفة، بنرجع بنشوفكم بتيستينج. اهلا وسهلا بإلي. اهلا فيكم. يا هلا فيكم. بتحب الكريسماس كيك؟ انا بحب الكريسماس كيك، وانا كمان بدي اقول شغله، انه انا يعني انا ضايق كريسماس كيك اللي بتعمله دلال. دلال واحد بينطر قد ما طيب، قد ما الفواكه المجففه اللي فيه والمكسرات بتعطي نكهه. شايف؟ هلا هلا نحن عم ندوق، في مشاهدين بالبيوت عم بيقولوا نيالهم، بس اذا بدكم دلال تعمل وبتبيع من هول الكريسماس كيكس، ما هيك دلال؟ صح، انا بعمل ديزارونجمون دو نويل يلي فيها ترتيتي، بالاضافه للكريسماس كيك يلي بفتكر اني معروفه فيه لانه ببلش فيه قبل بشهر، يعني بشتغله وبيع كثير منه مثل ما هون عم بشوف. على كل حال احلى الهدايا يلي ممكن تنهدى هالكيك الطيب مع كمان التارت يلي معروفه فيهم دلال، هالارانجمان يلي بيبقى معمول بذوق، بعدين احلى من هذا. طيب طلعنا شوي من العاده، نحن معودين الي وقت اروح على عشاء ناخذ ارانجمان شوكولا، ما اليوم هيك طلعنا كل سنه فينا ناخذ شوكولا بالاعياد، معودين عيد يعني شوكولا، بقى اليوم لا، بدنا نقول انه كمان فينا ناخذ كريسماس كيك، فينا ناخذ تارتيت، تارت اومارون، تارت فواغرا، يعني ميلانج دو تارت يلي بيطلعوا. وبيضاين، حلو فيه انه كمان بيضاين، يعني كثير بيضاين من موسم لموسم، اللي ما بده براد ابدا ابدا، يعني قد ما بنشربه الكول قد ما بروحه بتكون طويله، وقد ما بنسكر قد ما بنسكر. ثانك يو دلال، هاف ا نايس داي. أنا خلصت فقراتي لليوم مشاهدينا، إلي بدي كفي معكم، أنا برجع بشوفكم الأسبوع الجاي إن الله راد، بتمنى لكم أسبوع حافل بالقصص الحلوة. أكيد. ما هيك؟ والأعياد أكيد، بفترة الأعياد، وأكيد ما تنسوا البسمة. باي باي.